أصحاب السعادة، الأمين العام للسيد المجرف، الأمين العام لمنظمة الخليجي، والسيد دوابي، السيدة زوبا، السيدات والسادة السفراء الموقرين، أشكركم شكرا جزيلا. أصحاب السعادة، السيد الهجرف، الأمين العام، نشكر الأمين العام على هذا اللقاء، والأمم المتحدة تشعر بالشكر الجزيل للجهود المضنية التي قدمتها منظمة التعاون الخليجي لذلك لوقت هذه المعاناة. وأرحب بكافة المبادرات الدبلوماسية للدعم الجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وأنا أشعر بسعادة كبيرة جدا بأن أكون اليوم متواجد معكم، وأنا أؤيد كافة تلك الخطوات مع منظمات التعاون، منظمات التعاون، كافة المنظمات تعمل هذا النوع من هذا التعاون، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة له أهمية كبيرة. وفي الحالة اليمنية إن المنظمات الإقليمية لديهم دور نشيط جدا، لا سيما منظمة التعاون الخليجي والتي قامت بجهود مضنية، والرياض دائما كانت المكان المفتوح للحوار والفضاء الحوار والذي مثل مبادرة منظمة التعاون الخليجي واتفاقيات الرياض. أيضا نحن ندعو إلى التأييد لكي نتحرك لتوجيه عملية سلمية سياسية شاملة بإشراف الأمم المتحدة وتحت إشراف مظلة الأمم المتحدة. السيدات والسادة، إن عملية السلام في اليمن لقد سرقت لوقت طويل جدا الآن، منذ آخر مرة حيث كانت هناك مناشات مباشرة جدا للتوصل إلى حل سياسي شامل، كان في عام 2016 في الكويت، وأنا أريد أن نتذكر هذا الدور الكبير الذي لعبته الكويت للدعم مبادرات الأمم المتحدة في هذه المحادثات. وأيضا في السنوات الماضية فإن تلك الخسائر الكبيرة التي قد حدثت لا يمكن عدها ولا يمكن حصرها، والتي حدثت لكافة المؤسسات وقد حدثت بسبب تلك الفرقة، وبالإضافة إلى الاقتصاد التي تضر كثيرا جدا، بالإضافة إلى إصابات المدنيين، وأيضا بالإضافة إلى ذلك فقدان الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى المعاناة ومن القيود المفروضة عليهم في تلك اللحظة الآن، والجيل الشباب أيضا قد حرم من مستقبله، وأيضا بسبب تلك الظروف القاسية والاقتصاديات القاسية والتي قللت من حظوظه لكي يتمتع بمستقبل باهران. والسيدات والسادة، السادة طالما استمر هذا النزاع سيكون له تأثير كبير على المدنيين، وسوف يكون من الصعوبة في مكان أن نضمد الجروح. الشعب اليمني يحتاج أن يرى إلى درى طريقا واضحا، ولذلك هو السبب في أن نحن نقوم بتطوير هذا الإطار لكي نصل إلى حل سياسي شامل، وهذا الإطار سوف يركز على كافة الشؤون الاقتصادية، الأولويات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. وأيضا في هذا بداية هذا الشهر لقد تم إطلاق هذه المشاورات لكي نحدد الأهداف بعيدة المدى وقصيرة المدى لعملية السلام وفي اليمن. ولقد وأنا يحدوني هذا الأمل وهذا التفاؤل لتجاه نجاح هذه العملية، وأشعر أيضا بالحماس. وأيضا هذه الرسالات، قد هناك رسالة يجب أن نبعثها في أن اليمن تريد أن تنهي هذا الحرب، تريد نهاية لهذه الحرب وفي نهاية المطاف وتصل، وتريد أن تحقق السلام. يريدون إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار تلك الأزمة والحرب على المدنيين. بما أن هناك ترحيب كبير جدا من قبلنا جميعا لكي نخفف من تلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وسوف أستأنف كافة محادثاتي في الأسبوع القادمة، وأمل بأن كل ممثلين عن الأطراف اليمنية سوف أن يشاركون، وفي التوازي مع هذه المحادثات وبالتوازي مع تلك الحرب والأزمات المتصاعدة. أيضا في لمدة شهرين لقد شاركت في مسقط وفي الرياض وعدن وعمان مع الشركاء لكي نصل إلى المعاهدة وإلى اتفاقية، وقد أحرزنا تقدما، واليمن تحتاج هذه المعاهدة، تحتاج هذا الاتفاق، وأنا أشارك الآن مع
المشاركين لكي نصل إلى هذه المعاهدة ببداية رمضان شهر رمضان. تلك المعاهدة وتلك اتفاقية الآن سوف تقلل من تلك الآثار وسوف تقدم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني لا سيما في شهر الكريم شهر رمضان المبارك. وأن تلك إن هذه الدعوة لوقف كافة العمليات العسكرية والتي أدت من خلال دعوة متعددة لوقف تلك العمليات العسكرية في شهر. وأأمل السيدات والسادة أمل لكم نجاحا لهذه المحادثات وأأمل من خلال هذه المحادثات أن تنجموا عن حلول لكي تقللوا من الأثار الناجمة عن تلك التحديات الاقتصادية والتي تعاني منها مؤسسات اليمن تحتاج الدعم من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي لتقديم الخدمات والوصول إلى مصادر الطاقة والخدمات الأخرى التي تعزز من اقتصادها. وما هو مهم في المقام الأول أأمل بأن في الأسبوع القادم من خلال تلك المحادثات في الرياض سوف يساعد ذلك في زيادة الزخم من أجل أن تعود الأطراف لمية المرة الثانية إلى طاولة المفاوضات. وأمل بأن هذا الاجتماع سوف يؤدي إلى أن يكون هناك حوارا وأن يكون هناك التزاما لكي نأتي بحل لهذا الصراع وهذه الأزمة وأيضا لحاجة المستقبل وللمواطنة وأن يكون هناك بداية لعملية مصالحة وطنية وأن يكون هناك حوكمة مسؤولة مستقبلية لكافة المؤسسات أمام الشعب اليمني وأن المستقبل اليمنيين الذي يجب أن يؤكد على العدالة الاجتماعية والاقتصادية. ونحن نعمل طبقا لهذا المفهوم الذي من خلاله يمكن الأمم المتحدة أن تقدم مساعدة من أجل مستقبل اليمن. شكرا جزيلا لصاحب السعادة.